الأهلي يقترب من القمة بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا 2-1 ويحقق العلامة الكاملة. كابتن شريف، مبروك للنادي الأهلي. مبروك. فوز صعب. مباراة صعبة جامدة وهارد لك لفرقة سيراميكا بصراحة. قدوا مباراة 10 على 10 يعني. بس هم خارج نطاق الخدمة من بعد الطرد. أي فريق كده في الدنيا يلعب 10 وتلعب مع النادي الأهلي، والنادي الأهلي بيعمل تغييرات 3-4-5 تغييرات. فسكواد تاني خالص بينزل الملعب، حيوية جديدة، انتشار جديد، تعامل مع لعيبة ليس لها أي شكل كانت في ال 70 دقيقة الأولانية. خلاص انت بتتغير بقى، بتقابل ناس نازلة بمفهوم جديد، برغبة جديدة، بدوافع جديدة، بحالة بدنية جديدة جدا. وصعب عليك انك انت تفضل مع فرقة زي سيراميكا خارجة من مباراة بيراميدز وبتقابل النادي الأهلي النهاردة. مباراتين حقيقة في قمة الأداء وقمة التزام التاكتيكس بتاعه. بحي المفهوم بتاع مدرب سيراميكا أيمن عبد الله، وبحيي الراجل اللي اسمه محمود عبد الحفيظ. لعيب ما شاء الله، لعيب متحرك وعنده حيويه وعنده كل حاجه، نجوم المباراه. فعلا. وكندوسي برضو فاجئنا بتحرك جيد وباحراز هدف صعب جدا يعني، وما يحرزوش الا اذا كان لعيب جيد، لعيب عنده البيزك بتاعه، عنده اساسيات لعبه كره قدم، وخاصه في رجله الشمال يعني اللي بيستخدمها كويس قوي. وده مش اول جون يجيبه على فكره يعني، لسه لا جايب جول قبل المباراه دي على طول. فهارد لاك لسيراميكا، وبتمنى لهم توفيق في الفتره اللي جايه. وبالنسبه للنادي الاهلي، دايما احنا عندنا حكايه التغييرات المتاخره، دايما عندنا لاعبين بتجيلهم الفرص الكتيره قوي، بيسمح لهم مستر كولر بالدخول جوه الجيم وبالدخول جوه الفريق، وهم ما يعني ده عايزين يقولوا لنا هو ده احنا يعني، ده ادائنا، ما حدش يعقم يعني، ده الاداء بتاعي انا اللي انا هلعب بيه، هو ده الكره اللي عندي. احيانا هتاخد مني كوره، احيانا انا ببقى بعيد عشان اخش انفورم تاني باخد وقت. عندنا نجاحات حصلت النهارده في الشوط الاولاني في التشكيل يعني، شفت طاهر انا وبيرستاو في اول هاف تايم عاملين حاله وجود للكره اللي احنا بنلعبها الطويله على الاقل. بيرستاو كان متحرك بشكل غير عادي جوه، وليه اتنين ضربتين جزاء لو يقع فيهم بيضربوه وبيلعبوا عليه داشنج، لو هو عرف يستغل لعبتنا ما بتعرفش يستغل الفرص دي، انك انت لما حد يشترك معاك في منطقه الجزاء ادام الكره بتاعتك لو اتلمست تبقى ضربه جزاء، لو اتلمست فقط، وده قانون بيقول كده. حاجات كتير النهارده جت في مصلحتنا. الطرد طبعا نمره واحد، طبعا فرقه بتعرف تعمل تنقل نص ملعبها، هي المتحكم في كل شيء. نص ملعبك انت النهارده كل الباصات مقطوعه، التفكير بطيء، بناء الهجمه بطيء، حتى بالزهق. لا انا بص عايز اقول لك حاجه، انا شفت محمد عبد المنعم النهارده وهو في الملعب زهقان من تصرفات واخطاء ملهاش لازمه يعني، بدل ما انت بتبقى بتطلع بالفرقه كلها عشان تبقى في الناحيه الثانيه تبص تلاقي كره تتقطع ترد تاني وتعمل مردود تاني مش في الحسبان. انا من رايي جود لك جدا لفرقه النادي الاهلي النهارده، اي نعم بيلعبوا لاخر دقيقه بحماس وبكل حاجه، ولكن مستر كولر لازم تعرف ان حسين الشحات راجل مهم جدا، قفشه زي ما انت شايف بيعمل فرق كبير، مش عشان جاب الجول يعني، ولكن لعيب كوره بيعمل الباص، بيقدر يخش يبقى نمره 10، يبقى تحت الفراوده، عنده حاجات كتير جدا. تملك مستر كولر لعيبه سكواد، وانت عندها حلول، وانت اسلوبك بالشواهد يعني. انت النهارده شفت ناس ادوا لك كوره وناس بعيده، خلاص اشتغل بالشواهد اللي عندك وبالايجابيات وبالناس. المباراه الجايه على طول يعني، دخل الناس انفورم، ما تدخلش، ما تبعدش الناس عن الملعب، وعندك لعيبه مش يعني تعبانه لسه بدنيا في اي حاجه، خلاص سيبهم يجوا مع التمرينات مع الاشتراك المتوسط حاجات كده. ما اقدرش اقول ان المقوله الشهيره غير مباراه تكسب ولا تلعب، دي المباراه احنا كسبناها والافضل هو اللي خسر. لا مش الافضل، هو احنا بعد الدقيقه 68 احنا مسيطرين على احداث المباراه، هو يمكن سيراميكا كليوباترا بعد الطرد ما عداش نص الملعب. ايمن
لا ما قلناش كده احنا. لا لا بالعكس. بص عايز اقول لك حاجه، انت بعد الطرد زمام الامور بقت في ايدك. معاك في ايدك، ودي حاله. ما انت ياما بيطرد منك وبس، انت كواليتي تاني، انت بترجع بتبقى مغلوب 2-0 ومطرود منك واحد وبتتعادل لانك انت النادي الاهلي. فاحنا حتى النهارده واحنا خارجين لو تعادلنا مش هنبقى متضايقين، لان احنا كنت حذر. ما لا لا نقطتين ما هو نقطتين يروحوا بس انت ما قدمتش في صراع على القمة. لا انت ما قدمتش اللي انت تبكي عليه، او ما قدمتش اللي انت تستحقه. انت النهارده من 3 4 كور تقدر تجيب منهم جول ما جاتش، واحده بتاع الطاهر اللي هي قبل الجول يجي فيك على طول، ده انفراد. يعني انت خلقت فرص ورحت على الجول وكان في فرص مهدره. ما هو ده وضع طبيعي عادي. يعني انت برضو في المباراه معاك يا ايمن في كل، بص معاك في كل مفاهيم ومعاك في كل حاجه، وكره القدم فيها كل شيء وكل حاجه، بس احنا شكلا احنا النهارده واحنا واقفين على رجلينا مش انت زمام الامور، مش انت اللي اتخطفت جول مثلا، لا دي فرقه معاك بتلعبك عامله زي البينج بونج. ند تك 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 تك. يعني ما شفناش فرقه حاولت معانا ولا سان داونز كان معانا بهذا الشكل، هو على طول موجود عندك وعلى طول بيهدد وعلى طول ما عندوش التنفيذ الجيد في احراز الهدف، واصعب واحده هي اللي دخلت. صح. انت بتجي لك فرص اي نعم في المباراه تقضي المباراه. هو احنا في الهاف تايم الاولاني قلنا ايه؟ الحمد لله محتاجين تغييرات. محتاجين ايه؟ تغييرات وايه تاني؟ وجول كمان. بالظبط خلاص عشان نقتل ده ماتش ملاكمه يا بلال. صح. بوم. صح. ده انت بقى انت بتلعب ماتش ملاكمه دلوقتي، تروح زنقه في مخلص الماتش 2-0 يبقى يجيب الجون بقى 2-1 زي المباراه اللي قبلها. ضربه جزاء ملهاش اي لازمه جت في ايد ديانج، بقينا خرجنا كام؟ 2-1. انما لو كناش جبنا الجون الثاني في ماتش المقاولين كان هيحصل ايه؟ 1-1. ف لا بس هو ملعب المقاولين بتاع 2-1 المباراه الثانيه على التوالي. هو ما بيحبش 2-1 هو ما بيحبش ملعب المقاولين كمان، يعني بيبقى احنا كلنا الارضيه بالتراك اللي واقع اللي تحت ده ما اعرفش ايه. انت وانت بتلعب انا كنت وينج ليفت، كنت باجي اجري حاسس ان الدنيا هويه من ورا تحت. صحيح. لو اتقلبت ممكن اتعور او اي حاجه. صحيح. ف جود لك ونشوف الايجابيات اللي النهارده نستغلها في المباراه الجايه ان شاء الله. كابتن وثلاث نقاط جديده بتقرب النادي الاهلي ان شاء الله من اعتلاء القمه بعد المباراه القادمه باذن الله مع الجون ان شاء الله. يعني الوضع الطبيعي ان النادي الاهلي يرجع في على قمه الجدول. يعني الحمد لله على الثلاث نقط ودول كانوا اهم حاجه في اللقاء. الماتش بصفه عامه مش من افضل ماتشاتنا، لكن الشوط الثاني خاصه مع الاختيار يعني الكوره معظمها جت للنادي الاهلي لغايه ما احرزنا هدف مفاجئ لقفشه، لان قفشه مش متعود انه يلعب براسه، ومن على نقطه البنالتي او قبل كمان نقطه البنالتي وراحت قويه وسريعه جدا، الكره مش مرفوعه قويه قوي من كريم، لكن هو عملها باحساس راس حرب. احساس حلو قوي في مكان صعب. صحيح. ممكن يكون بسام شافها متاخر فراحت صعبه. البند يا اسامه، البند اللي جه في البند، وهو تحركه بعد الكوره، بعد الكوره يعني تحس انه طار من مكانه والكوره كانت اسرع، لكن هي راحت في زاويه صعبه. صحيح. مفاجاه بالنسبه لنا من قفشه، لكن هدف جميل النادي الاهلي استحق بيه الثلاث نقاط. الماتش بصفه عامه كان متكافئ، يعني في شوطه الاول وفي شوطه الثاني لغايه اخر 10 دقائق او ربع ساعه الاهلي هو اللي كان مسيطر والشكل الاقرب ان هو ممكن يجيب جون، وفعلا ده اللي حصل. يعني في بعض الحاجات النهارده اتعملت كويس، وفي حاجات يعني اولها مثلا الاهلي يقترب من القمه بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا 2-1، بس احنا قلناها قبل المباراه العلامه الكامله كابتن شريف. طبعا هو اللي اجهز وبيلعب على طول وبيهاجم كويس في الناحيه الهجوميه. اكرم توفيق قلنا بيدافع كويس ولسه راجع برضو، فورمته لسه مش قوي، لكن انا بتكلم على النهارده ما تحسش بخطوره الباكين. انت النادي الاهلي لما بتلعب مع اي فرقه الباكين بيبقى ليهم او الظاهرين يعني بيبقى ليهم دور هجومي كبير. صحيح. ده ما كانش واضح خالص بالنسبه لاكرم توفيق ولا كريم الدبيس. يمكن الدبيس في الشوط الاولاني عمل لعبه ولا لعبتين، بس الشوط الثاني قل اداؤه البدني جدا، ما تحسش ان ليه اي دور هجومي. فدي كانت مؤثره قوي على
شكل الهجومي للنادي الاهلي. الحاجه الثانيه ما زلت بقول انه ديانج من وجهه نظري الشخصيه في قلب الملعب افضل, في قلب الملعب في رقم 6 افضل كتير لما بيلعب رقم 8. بحس انه عايز يعمل مجهود وبيجري ويتحرك, لكن تركيزه ما بيبقاش واضح زي لما بيلعب في قلب الملعب عشان يغطي الملعب بالعرض ويقطع ورا الاربعه خمسه اللي قدام ويغطي الاربعه اللي ورا. يعني جهده بيبقى واضح اكتر لما بيلعب في لما بيلعب على الجنب شويه. ساعات وهو بيطلع بالكوره يا بتطول منه يا تلاقيه بيجري في اماكن في وقت مش محتاج فيه جري. فبرضه الملعب كان متاخد مننا شويه لانه مروان النهارده ما كانش في حالته قوي, برضه امام ما كانش في احسن حالاته, تحس انه حتى الشوط الثاني هدي قوي. احمد عبد القادر وقلنا انه محتاجه تغيير ولازم هو واقفه مع النفس انه احمد المفروض امكانياته احسن من كده بكتير. لكن بعض التغييرات عدلت, يعني كريم فؤاد لما نزل ما اقدرش اقول عمل حاجه غير عاديه بس عمل نشاط. أيوة. يعني تحس بقت فيه حيويه في الجبهه اليمين يمين. في نشاط فيها. عايز تتكلم على كل حاجه دلوقتي ولا سيب لنا حاجه لا 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 بعد كده؟ لا خلاص انت ماشي. انا بس كل ده في مبروك. لا لا حسين الشحات ليه تقله بس برضه زي ما كابتن شريف قال انا متفق معاه التغييرات بتتاخر قوي في اوقات, يعني كان ممكن بدري عن كده يعني. أي أي أي. بس هو ممكن تكون رؤيه مستر كولر ان هو يبتدي باحمد عبد القادر ويخلي معايا ورقه رابحه احتاجها الشوط الثاني حسين الشحات, ممكن يكون ده فكره ورؤيته. انا بتكلم على رؤيه مستر كولر. لا انا ما بعدلش على رؤيه مستر كولر. طب ما تعمل العكس يعني, بنقول وجهه نظرنا. ما انا بقوله كده عشان يقول لي ما نقلب العكس. ما انا بقول لك وجهه نظرنا. حتى لو انا عايز استفاد, احمد عبد القادر لعيب يعني مهم ولعيب كبير, بس هو لازم انتاجه يبقى اكتر من كده على امكانياته. ما هو لو هو لعيب عادي ومش مهم بالنسبه لنا ما ممكن ما نتكلمش وخلاص. طب لكن امكانيات, انا لو لعيب عندي امكانيات كويسه احيانا بلعب في نادي كبير زي النادي الاهلي, ايه اللي ينقصني علشان ابقى لعيب مؤثر قوي؟ هو كان فتره من فترات كان لعيب مؤثر. طيب. جدا لازم يبقى مركز مع نفسه قوي, لازم ما يزعلش لما يقعد, لانه طبيعي انه النادي الاهلي المنافسه بتبقى اكتر من لاعب, وكلنا عشنا الكلام ده. دلوقتي بقى موجود حسين وموجود رضا سليم ربنا يشفيه وبيرسي تاو وطاهر وهو ويعني 5 6 7 في مركز الاجنحه. فهو ممكن في وقت المدرب بيبقى بيفضل واحد عن واحد, بيقعد واحد ويلعب واحد, فلازم يبقى عنده اصرار وجلد انه ما تهزش لما اقعد. بالعكس ابقى مصر اكتر ان انا لما العب هكسر الدنيا. أمسك. لكن لما العب وما كسرش الدنيا او ما مع... طب انا ابقى هي مش سمعه إيه؟ هي مش سمعه. ايوه يعني إيه عايز تلعب اساسي العب اساسي وريني احجز لنفسك مكان. بس هو ده اللي يعني متفق فيه مع كابتن شريف زي ما قال كده. طب ما خلاص طالما لعبت يبقى لازم ادوس على نفسي اكتر من كده. بالنسبه لحسين ما فيش مشكله ان يقعد احيانا, ولكن انا بتكلم على توقيت التغيير. بالنسبه لحسين كان متاخر شويه, يعني المفروض كان ياخد زمن اكتر من كده, لكن الحمد لله مبروك الثلاث نقاط وجونين حلوين, ثلاث اهداف حلوه, حتى جون احمد القدوسي من حته صعبه جون هدف حلو يعني. وبرده سيراميكا قدموا مباراه جيده يعني. صحيح كابتن عادل الف مبروك الثلاث نقاط, ثلاث نقاط غاليه. يمكن طرد رجب نبيل, نتكلم على الطرد ان هو اثر على اداء فريق سيراميكا بعد الدقيقه 68, انما قدر كمان النادي الاهلي ونجح ان هو يستغل النقص العددي. طب يعني مبروك الاول الثلاث نقاط, ودي حاجه كويسه في صراع الدوري. صحيح كتير قوي خدنا دوريات معظمها ما بتبقاش عارف انت اديت كويس ولا ما اديتش كويس. يعني تقدر تقول لي السنه اللي فاتت ماتش مثلا المقاولين الاولاني عملنا فيه ايه؟ 1-1. لا السنة اللي فاتت بكلمك. يعني السنة اللي فاتت 1-1 كان. انا بقول على ايه؟ على انك انت المباريات اللي زي النهارده ان تاخد فيها 3 نقاط لصراع الدوري دي حاجة جيدة. والاحسن انك انت ممكن ما تكونش في التوب فورم بتاعك وتكسب, ودي ميزة جيدة للفرق الكبيرة. بس كان في اصرار لحد اخر ثانية من المباراة انك انت عايز الـ3 نقاط.
هكمل لك دي يا كابتن ايمن. الثالثه بقى والمهمه اللي انت قلت عليه الاصرار انك تاخد النقاط الثلاثه ما يعني، وده من عاده النادي الاهلي انك انت طول الوقت بتلعب لنهايه الامر. صحيح. بس خلينا نرجع بقى لحته مهمه. احيانا يعني مثلا السنه اللي فاتت نجاح مستر الكره الكبير كان في ايه؟ انه ثبت التيم في اخر الموسم. في نفس هذا الوقت من الموسم كان بيعمل كده. وكان بيغير لعيبه كتير. وكان بيعمل السياسه اللي بيشتغل بيها. وكان الاداء مش بالصوره برضه زي دلوقتي. طلعنا تصاعدي لو فاكرين. فاكر. من بعد كاس العالم للانديه. او قبل كاس العالم للانديه بفتره كده. انت لازم تعرف ان هو ليه استراتيجيته. ممكن توافقك انت او ما توافقش الشخصيه بتاعتك. هو لازم يجب ان هو بيدرسها جامد. ثلاث اشياء لازم يخلي باله منها الايام اللي جايه مستر الكره. رقم واحد، التغيرات الكتير في التشكيل بيعمل عدم انسجام في الفرقه شويه، ودي احنا متفقين وبتبان على النتائج وبتبان على اللعب. اتنين، تذبذب مستوى اللاعبين نفسهم، ودي راجع للعيبه ودي هنتكلم فيها. لكن رقم ثلاثة بالنسبة لمستر كور، النواحي النفسية للإعداد اللاعب إنه هيقعد ولا هيرجع. دي يا كابتن اللي عاملة حتة الخلل مع اللاعب. لاعب العربي والمصري بالأخص. إنك أنت أسباب أعادك وأسباب دخولك جوه الفرقة دي علمها مدرب. أيوه. ومن وجهة نظره. انت بتاع انت عندك حاجه واحده بس بتبص عليها، انك طول الوقت انا عايز العب وعايز ابقى كويس، انا جاهز وعايز ابقى كويس. اللعيبه عندنا بتخطا في حاجه مهمه قوي. انا ممكن ما العبكش كمدرب تمام، وتنزل تلعب لما اديك تبقى وحش لانك انت نفسيا مش مهيئ، زعلان، مش مهيئ، ما بتتمرنش كويس. ايه اللي هيحصل؟ وجهه نظري كمدرب انا صح ان انا مقعدك، لكن لما تنزل انا اديك فرصه وتنزل بلغه الكوره تمسك فيها وتموت نفسك وتبقى افضل لعيب الملعب، ساعتها انا المدرب اقول اعايدك غلط. صحيح. وانت نفسك والناس كلها هتقول انك انت ظلمته. صح. يعني مثلا على سبيل المثال انا مش عشان قفشه جاب جول، قفشه نزل النهارده لعب شويه كويسين وربنا اكرمه بالهدف. ممكن انت يعني الناس المتفرجه يقولوا ايه؟ يقول لك لا قفشه ما كانش يجب انه يقعد، لكن لما ينزل يلعب باداء زعلان وهو ويقول لك انا ما بلعبش ليه؟ تتحسب عليه. خلاص ما انا صح، انت بتطلع المدرب صح. مظبوط. فالتلات حاجات دي، التلات اشياء بتوع مستر كولر دول لو خد باله منها في الفتره اللي جايه هتعدي الفتره التحضير اللي هو بيحضره. لحد ما يجي يثبت. عندنا مروان عطيه مثلا، ايه اللي خلى مروان عطيه يبقى متغير عن مروان عطيه الاخر اللي هو بتاع السنه اللي فاتت؟ تغير هو في طريقه لعبه. انت ليك ميزه اشتغل عليها فقط. هنتكلم بقى على اهم النقاط الفنيه دي. ماشي. ان شاء الله. بس نروح لفاصل الاول. اتفضل يا كابتن. وبعدين نرجع نكمل كلامنا مع نجومنا الكبار. انتظرونا. اتكلم. لسه اصلا هنتكلم بعد كده على النقاط الفنيه والسلبيات والايجابيات. وكابتن شريف كان عايز يتكلم. طب انت لا خلاص على ايجابيات كابتن شريف. لا سيبه معلش سامحه. كنت عايز اتكلم على الايجابيات، بس قبل ما نتكلم على الايجابيات خلينا ناخد سريعا لان الوقت ضيق. تغييرات مستر كولر نار. التغيير الاول احمد نبيل كوكا بدل مروان عطيه، وانتوا توقعتوه وطلبتوا بيه. لا ما طلبناش كابتن بلال طالب بيه. لا ما طلبناش بمكان لاعب بديفندر بديفندر يعني. احنا ما طلبناش. لا انا راجل عايز اسعى ان انا يكون ليا السيطره والتحكم في الجزء الثاني لملعبي اللي انا عندي شورتج فيه النهارده ده. فاحنا تخيلنا كلنا ان ده حسين الشحات اللي نازل، تخيلناه قفشه، فهمتني؟ ايوه. وليس بهذا التغيير يعني. اللي بعده كابتن اسامه، مجدي قفشه بدل امام عاشور. هو مش في الدقيقه 70. ماشي. هو مجدي قفشه مش بدل امام عاشور، هما الثلاثه نزلوا مع بعض وحصل. أيوة. اصلي
بالثلاث تغييرات غير حاجات مظبوط كتير. بس احنا بنتكلم على مجدي بدل امام. ماشي هو واضح ان امام واضح جدا انه جهده قل جدا الشوط الثاني، وواضح لينا انه كان تاثيره مش واضح، يعني تحس انه في تعب حصل، فكان لازم ينزل واحد زي قفشه، و يعني قدر ربنا يوفقه ويجيب جون. صحيح ممكن ما كانش تحصل، ولكن هي الكره كده، لما ساعات بتعمل حاجه توفق فيها وساعات ما بتعملها ما توفقش فيها. أي. فهو الراجل وفق ان الراجل نزل والدقيقه 91 جاب الهدف المكسب، يعني فتغيير منطقي يعني. كابتن عادل، كريم فؤاد بدل بيرسي تاو، يعني في نفس الدقيقه 70 كان في ثلاث تغييرات، يعني كان عايز بعد الطرد عاوز يفتح الملعب وعاوز يخلي واحد من الناحيه الدفاعيه. بس هو غير جوه الملعب. ايوه، لكن انت بتتكلم، انت لما تيجي بالفرقه الاخرى لما بيكون مطرود منها لاعب، انت بتلعب لعيب بيبقى مزدوج المهام، ممكن يكون هو ظهير ايسن اصلا يعني، لكن عنده الحته الهجوميه كبيره، يعني مش لازم تلعب مثلا محمد هاني. محمد هاني ما بيلعبش على الجون كتير، انت لا بالعكس، هو غير كريم فؤاد لانه بيبقى قريب من الجون وبيكمل على الجون كتير. طيب التغيير برضو اللي كان في الدقيقه 70 كابتن بلال، حسين الشحاب بدل احمد عبد القادر، ده تغيير واقعي او تغيير منطقي بلغه الكوره يعني. هو ده الطبيعي كان من البدايه، تمام؟ من البدايه طبعا، يعني من البدايه انا بحس حسين الشحات رجلي في الملعب الفتره الاخيره كان ماشي بشكل كويس جدا، تمام؟ هو اللي بيأدي. عبد القادر بره بعيد جدا 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 جدا، جه واشترك ولعب اساس المباراه اللي فاتت واساس المباراه دي. ممكن يكون حسين الشحات بدنيا اعلى من احمد عبد القادر. حسين الشحات في الملعب بقاله فتره طويله، هو اللي بيلعب، هو اللي بياخد بشكل اساسي. فانا شايف انه التغيير ده منطقي، يعني انك انت تغير موديست مكان اكرم توفيق في الدقيقه 85، يعني تغيير طبيعي. يعني ده اسمه تغيير طبيعي ليه؟ حقيقة. انا ما متاخر وعايز اجيب جوال، وعندك اتنين وعندي بالظبط، فعايز النهارده ان انا اسجل هدف ومطرود منهم لعيب. أيوة. تمام. فانا بالتالي ده خد بالك، ده تغيير متاخر، فاهم قصدي؟ يعني ده متاخر كمان، مش يعني ممكن يكون موديست جاله كره وضيعها واتنين وضيعها، ولكن له تواجد في ال 18. مزبوط. تمام، هو او غيره، يعني ده تغيير راس الحربه في التوقيت ده من وجهه نظري ضروري، تغيير ضروري جدا ومتاخر. تمام. متاخر. انت ده الكلام ده كان المفترض يحصل من بعد الطرد مباشره، انك راس الحربه ينزل راس حربه تاني، تمام، يلعب، تمام، ويبقى موديست جنب طاهر محمد طاهر، واثنين يبقوا موجودين راسين حربه، وتلعب بالشكل، لانك مطلوب منك لعيب تقريبا متاخر من مستر كولر. وانا اتمنى بقى، هل هي عاده؟ هل هي تفاؤل؟ هل هو ده نظام ماشي عليه مستر؟ انا الحقيقه انا يعني انا لو انا صحفي هساله، هقول له هي الدقيقه من الدقيقه يعني من بعد الدقيقه، هل مش مسموح التغيير من الدقيقه 65؟ يعني الطبيعي يبقى في تغييرات، يعني المنطق بيقول ان في تغييرات. يعني انا المنطق بتاعي كراجل مثلا، انا شايف الفرقه بتاعتي مش افضل حاجه الشوط الاول، انا من بدايه الشوط الثاني من الدقيقه 45 غير التغييرات اللي تساعدني ان انا اركب الجيم. مش في بعض الاوقات يبقى عندك مثلا، هقول لك كابتن ايمن، انا اسف يعني بطول، بس انا ممكن يبقى عندي احمد عبد القادر مش يعني مش مديني المردود مثلا، مش بتكلم عن النهارده، بتكلم بشكل عام يعني، مش مباراه النهارده، وده وينج، فانا هغير لعيب بلعيب ليه؟ لانه هو مش مديني المردود، مش هبدل، فاهم قصدي؟ لان مش هحدث طفره بالتغيير. لكن النهارده لما يبقى عندي المشكله عندي في نص الملعب، تمام، وغير لعيب بلعيب كوكا مكان مروان، انا ما احدثتش طفره في الاداء، بالعكس، هو الاداء نفس الطريقه، نفس الطريقه ونفس طبيعه اللعب ونفس الاداء ونفس السيستم ونفس الاستراتيجي بتلعب بيها، وهم برده مسيطرين بالتغيير اللي اتعمل. لا، في تغييرات لابد ان هي تحدث الفارق، تمام، وتبقى التغييرات من بدري شويه وتبقى يعني ليها تأثير اكبر من كده. طيب ايمن كمان في التغييرات، هو غير اماكن باماكن، وبعد كده بعد ما نزل يعني اول ما غير الثلاثه اللي هم كريم فؤاد والشحات وقفشه، الشحات نزل مكان عبد القادر في مكان قفشه، نزل مكان امام عاشور ماشي، ميرسي تاو طلع وطاهر دخل كراس حربه وكريم جناح يمين، بعد كده لما موديست نزل كريم رجع كريم تاني مكان
اكرم توفيق باك رايت وحط موديست مزبوط. ورجع طاهر ناحيه اليمين صحيح. فهو تغييرات داخلها تغييرات داخل يعني. جو صح. بعنوان بينضم لنا الان الدكتور احمد بيومي للحديث عن والاستقرار في الدوري الحمد لله. يمكن الشوط الاول او الهدف اللي جه توقعه كابتن عادل ان هو يجي من كره ثابته مظبوط. وقال فعلا ان هم عندهم اخطاء وعدم تمركز سليم في الكرات الثابته وبالفعل ده كان اترجم في الهدف الاولاني. خلينا برضو نستعرض احصائيات المباراه اللي من خلالها برضو ممكن نربطها بالنواحي الفنيه. لو جينا بصينا على الاجمالي بتاع احصائيات المباراه نجد ان نسبه الاستحواذ كانت 66% للنادي الاهلي مقابل 34%. نفس الكلام بصينا على لو ربطنا الاستحواذ بمجموع التمريرات هنلاقي ان 481 تمريره بالنسبه للنادي الاهلي مقابل 251 للنادي سيراميكا. طبعا واضح الاستحواذ للنادي الاهلي والسيطره خلال مجريات المباراه. النقطه بقى اللي تهمنا هنا هل الاستحواذ ده كان فيه فعاليه ولا لا. هنلاقي ان النادي الاهلي كان برده موجود بفعاليه بس نفس الكلام برده عندنا نادي سيراميكا كان موجود ان هو عمل 17 محاوله على المرمى منهم 6 على الثلاث خشبات. نفس الكلام النادي الاهلي عمل 16 محاوله منهم 8 محاولات على المرمى. يعني بنتكلم النهارده ان حتى والنادي الاهلي بنقول ان هو مسيطر على المباراه ولكن برده كان نادي سيراميكا كان قدر ان هو يهدد مرمى النادي الاهلي. برضو لو بصينا على باقي الاحصائيات هنلاقي التسلل طبعا 1-1. بنتكلم على الركنيات كان في 9 ركنيات للنادي الاهلي. محتاجين نشوف الاهلي يبقى عنده فعاليه في الكرات الثابته. محتاجين نشوف الاهلي يستغل الركنيات اللي بتجيله اكتر من كده يهدد المرمى يبقى في تمركزات سليمه. نشوف النهارده الراسيات اللي موجود مثلا مودست ممكن المفروض كان يستغل ركنيات زي دي. بنتكلم طبعا الانذارات او الكروت الصفراء كانت حاضره طبعا في المباراه. بنتكلم 5 كروت للنادي الاهلي مقابل كارتين. طبعا بنتكلم على برضو كارت احمر لنادي سيراميكا. احصائيات المباراه بتعكس طبعا سيطره النادي الاهلي سواء في الشوط الاول او في الشوط الثاني. والحمد لله ان النادي الاهلي قدر ان هو يترجم الارقام دي او استحواذ دوت لفوز. طبعا النهارده اخذ رجل المباراه قفشه طبعا عشان احرز هدف مؤثر. لو جينا بصينا ان هو لعب 20 دقيقه طبعا احرز هدف كان ليه هي المحاوله الوحيده على المرمى. طبعا بنتكلم النهارده عمل 9 تمريرات من اصل 11 تمريره. هو لعيب النهارده بيبقى ليه كارت عندك موجود بينزل ان هو يقدر ان هو ينزل في المباراه يقدر يبقى له تاثير وقدر ان هو فعلا يغير من مجريات المباراه اللي كانت ممكن تخرج بالتعادل وتخسر 2 بونت منها. بس ده كان اجمالا لاحصائيات المباراه. السؤال هنا هل كان في تباين في الاداء والسيطره والاستحواذ ما بين الشوط الاول والشوط الثاني للنادي الاهلي؟ لو بصينا على مثلا نسبه الاستحواذ في الشوط الاول مثلا هنلاقي ان برضو الاهلي كان مسيطر على نسبه الاستحواذ كانت 63% مقابل 37. بنتكلم برضو التمريرات كانت الاهلي اعلى ولكن هي الفعاليه اللي بنتكلم فيها هنا برضو الفعاليه كانت للنادي الاهلي موجوده ولكن برضو كان نادي سيراميكا كان قادر انه يهدد النادي الاهلي. وهنا بقى هي دي بقى النقطه اللي احنا بنتكلم فيها مش مجرد ان انت استحواذ فقط لازم ان انت تقدر بقدر الامكان تبقى ايجابي على المرمى وتمنع الخصم ان هو يهددك. صحيح. شكرا يا دكتور احمد شرفتنا ونورتنا حبيبك. شكرا يا كابتن. شكرا لحضرتك. طيب نروح بقى نشوف الصحفي بعد المباراه. Ja, wir sind natürlich glücklich über den Sieg, dass es am Schluss noch geklappt hat. Wir haben sicher keine gute erste Halbzeit gespielt. Waren ja, zu wenig zielstrebig. Der Gegner war gut und hat uns da die ein oder andere Schwierigkeit gebracht. Nichtsdestotrotz sind wir froh, wenn wir dann am Schluss die 3 Punkte mitnehmen können. احنا سعداء بفوز النهارده وان الحمد لله قدرنا ان احنا نكسب في النهايه. بالذات ان احنا الشوط الاولاني ما كناش كويسين ما كانش عندنا رغبه قويه وهدفنا ما كانش واضح من المباراه في الشوط الاولاني بالنسبه للعيبه. وخصوصا ان المنافس كان كويس فده لازم نعترف بيه ان هم كمان كانوا كويسين وسببوا لنا صعوبات في الشوط الاول لكن في النهايه احنا سعداء جدا بالثلاث نقط وده اهم حاجه. في البدايه طبعا ثلاث نقط مهمين مبروك مستر كولر. مش تيجي بونت ده مش تقريبا. على الشوط الاول كان في حاله عدم انسجام فظيعه بين الفرق. ايه السبب من وجهه نظر حضرتك؟ Es gab gar keine Harmonie in der Mannschaft dann in der ersten Halbzeit. Warum? Ihre Meinung nach, was? Ja, das ist jetzt natürlich schwierig, da unmittelbar nach dem Spiel das herauszufinden. Der Gegner hat, muss man auch sagen, natürlich gut gespielt.
Wir haben das gut gemacht und ja, wir haben keinen Fluss reingekriegt und dementsprechend ja, werde ich jetzt das Spiel nochmals anschauen und dann vielleicht ein bisschen mehr wissen. صعب بعد المباراة على طول أقدر إن أنا أعرف أسباب حاجة زي كده، بس برضو لازم تاني برجع وأكرر إن المنافس كان كويس، عملوا ماتش كويس جدا، بنحترمهم جدا وعملوا ماتش كبير، فبالتالي ده بيأدي لك بيعمل لك مشاكل، فما كناش عارفين نلاقي رتمنا بشكل مظبوط في الشوط الأول. أما أقعد بهدوء وأحلل المباراة النهاردة أكيد هقدر أعرف أسباب الخلل اللي كان في الشوط الأولاني. مبروك مستر كولر. النهارده لعبت بتاو في مركز المهاجم. ما قدرتش تاو قعدت شتيوم ما جشبيت وبعد كده لما طلعت تاو لعب طه محمد طاهر في نفس المركز. هل الاهلي محتاج مهاجم في الانتقالات الشتويه القادمه؟ Und dann als sie Tau dann rausgeholt haben, haben sie dann mit Tahir dann auf die Position 9 gespielt. Braucht der Ahli einen Stürmer immer noch dann im Winter? Ja, das ist jetzt aktuell zu weit weg noch. Also Tau ist ja auch ein Stürmer. Ja, also er hat auch also speziell am Anfang, als wir hier angefangen haben, hat er auch in dieser Position gespielt. Und er ist ein Außenstürmer. Also er hatte auch eine Kopfballchance gehabt, wo vorher kurz noch einen berührt hat. Also es wäre auch möglich gewesen, dass er in der ersten Halbzeit ein Tor hätte schießen können. Also ich sehe das nicht so. Und wir sind flexibel und dementsprechend ja, werden wir das anschauen und wenn es dann nötig sein wird, dann werden wir die Entscheidung treffen. لسه بدري قوي على موضوع الشتا ده، لكن تاو بيلعب راس حربة، وانا لما مسكت الفرقة من اكتر من سنة كان بدأ معايا في المركز راس الحربة وهو بيعرف يعملها كويس وانا عارف ده وعملها قبلي كمان. كمان جات له كذا فرصه، يعني الشوط الاولاني جات له فرصه بدماغه لولا انها اتلمست بس قبل ما تجيله لمسه بسيطه كان هيحطها جون، فكان ممكن يجيب جون في المركز ده. فلا مش شايف ان تاو ما فيش مشكله ان هو يلعب في المركز ده ويقدر يأدي فيه، لكن احنا عندنا مرونه. مرونه معناها ان انا هنشوف ايه اللي احتياجاتنا في الشتاء ونشوف ايه اللي احنا محتاجينه، لو احنا محتاجين فعلا مهاجم هنجيب مهاجم. مبروك الفوز. شكرا لحضرتك. انا شايف حضرتك من الاستقاله على توليد مكان حل ازمه المهاجم الاهلي، لحد انا الجمهور الاهلي مش شايف ان هو الاستقاله اللي هو منتظر، شايف ان هو قدام قادر ان هو يعمل حاجه. Glauben Sie, dass das Problem mit dem Sturm, also die offensive Problem bei Ali, also Stürmerproblem bei Ali, kann Modest das lösen, besonders dass die Ali-Fans bis jetzt nichts von ihm gesehen haben, dass sie Vertrauen gibt. Glauben Sie mit der Zeit, dass er wirklich diese Rolle spielen kann? Ja, es ist wichtig. Ich habe das schon mal gesagt, dass er natürlich Rhythmus hat. Und jetzt haben wir in dieser Woche sind wirklich drei Spiele. Und er hat beim letzten, wo er gespielt hat, da war schon mehr zu sehen. Er hat mehr versucht, hat sich da auch mehr reingehängt. Und ich wollte ihm heute eine Pause geben, weil das eben auch sehr intensiv ist, dass da nichts passiert und dass wir das aufbauen können. Und ich denke schon, dass er der Stürmer braucht natürlich auch immer Tore, damit er Selbstvertrauen sammeln kann. Und da ist er dran. Und ja, wir hoffen, dass das dann auch in den nächsten Spielen klappen kann. زي ما انا قلت مودست لما جه كان ناقصه رتم وناقصه تاهيل وراسه جاهزيه، مش تاهيل تجاهزيه، وبدا ان هو بنجهزه بعد مرضه، وقلت المره اللي فاتت الموضوع ده، فعقبال ما رجع من مرض وقدرنا ان احنا نقومه بدا يشتغل. فالماتش اللي فات بدا تظهر منه حاجات كويسه، بدا محاولاته تبقى احسن، بدا رغبته تبقى اكبر، بدا ان يظهر منه حاجات كتير كويسه، لكن لسه قدامه كتير ولسه نقدر نبني على ده، لان هو لعيب كبير واسم كبير ويقدر يعمل اكتر من كده. بس احنا بدانا نشوف حاجات كويسه منه الماتش اللي فات. ما رضيتش ان انا، لان هو كان اول مره يلعب بعد فتره 90 دقيقه في ماتش كبير كده، واحنا عندنا ثلاث ماتشات في اسبوع واحد، ما اقدرش ان انا اضغط عليه والعبه الثلاث ماتشات ورا بعض وهو في مرحله تاهيل او تجهيز. فقلت ان انا اريحه شويه النهارده عشان خاطر واديله برضه بعض الدقائق القليله عشان اقدر ان انا في مرحلة التجهيز بتاعته، وإن إحنا نقدر إن إحنا نأهله كويس ونجهزه كويس إن شاء الله، ويظهر بالمستوى الكبير اللي هو أصلاً كان عليه وجاي من دوري كبير، ويقدر إن هو يأدي ويعمل أكتر من كده كتير. وإحنا عندنا ثقة، المهاجم بيحتاج أهداف عشان ياخد ثقة في نفسه، بيحتاج دقايق، بيحتاج مشاركة، وده جاي إن شاء الله. أنا متأكد. سؤال اتفضل.
نيكس هارلم تدريب ادم في دبي كونكو يعني داخل على الفتره الجايه على فتره التوقف دوت هيبقى فيه راحه ولا مجرد هتيجي مباراه يعني مباراه وديه علشان الفريق يستعد بعد كده؟ الاهلي hat dann vor sich dann die FIFA Day oder die internationale Pause. Hat der Ali dann vor, eine Ferie zu geben, also frei zu geben für die Spieler, oder will er dann Freundschaftsspiele spielen in dieser Zeit? Jetzt werden Länderspiele. Ja. Ja, also wir haben jetzt am Samstag noch ein Spiel. Dann ist dann noch mal werden wir das Programm bekannt geben. Aber wir haben jetzt eigentlich auch meistens in der Länderspielpause haben wir nicht noch zusätzliche Spiele gemacht, weil wir genug Spiele haben und von daher wird das wahrscheinlich nicht so sein, dass wir da Test spielen. احنا لسه عندنا ماتش يوم السبت، بعد يوم السبت هنقدر نحدد البرنامج وهنعلنه زي كل مره، لكن عاده في التوقفات الدوليه مع ضغط الماتشات اللي احنا اصلا بنعيشه ما اقدرش ان انا اعمل كمان ماتشات وديه في وسط التوقف الدولي، فغالبا مش هعمل ماتشات وديه في الفتره دي عشان خاطر احنا يكفي الضغط اللي احنا فيه اصلا. مرحبا بكم مرة تانية اعزائي المشاهدين. الملخص ما قاله مستر كوكا اللي نجومنا قالوه، سعيد بالفوز طبعا اليوم، واتكلم على الشوط الاول وان طريقه الاداء ما عجبتوش الشوط الاول وملهاش اسباب. يعني الشوط الثاني كان افضل من الشوط الاول وقدرنا نستحوذ ونسيطر، وعمل شويه تغييرات تكتيكيه ساهمت في تحقيق الفوز. سعيد بقفشه هو ركز على دي قوي، قال ان قفشه قليلا ما يسجل براسه او نادرا ما يسجل براسه، ولكن هو كان نازل وعايز يعمل حاجه، يعني شعله نار وكانه عايز يسجل، كانه عايز يبقى ليه بصمه، وهذا ما تحقق ومبسوط بالفوز ومكسب النهارده على سيراميكا كليوباترا يا كابتن شريف. واضح ان هو قرى الجيم زينا، يعني مفيش اي تجاوز ولا اي لا، ده بالعكس قال لك علينا الاعتراف ان احنا ما كناش جيدين الشوط الاول. اتكلم على مودست ولا ما كان؟ لا لا، قال لك يعني قال محتاج جاهزيه اكتر من كده، وانا بحاول ان انا ادخله في مباريات علشان تيجي الجاهزيه. مش هدخله في مباريات، مش في دقيقه 85 يعني. عشان بس الناس تفهم احنا ورا الراجل ده لغايه اما نشوف الدنيا باذن الله، يمكن تجيب بترول باذن الله ان شاء الله ربنا ان شاء الله. ف واضح ان الدنيا كلها شايفه اللي احنا شفناه كله في الجيم، ما حصلش اي حاجه، وهو ككوتش حاول في يوم زي ده بيقابل فريق اقصى جاهزيه كانت في الملعب، فكان التوفيق ليه بالنسبه له، هو سعيد عشان كده سعيد ان هو كسب المباراه دي. صحيح. ودي بادره لما ربنا بيديلك في مباراه زي كده لازم انت تستثمر بقى الفوز ده، وان شاء الله في مباراه الجونه يتوفق ويبتدي بالتيم عشان نتفق بقى. نبتدي بالتيم اللي كسبني، بالتيم اللي ليه انياب، بالتيم اللي مش بلعب بيه مدافع. الجونه ماتش صعب وملعب ضيق جدا برضه. ايمن، التيم اللي ما لعبش بيه مدافع، وبعدين ابقى انا فرقه كاونتر اتاك. يعني فرقه النادي الاهلي تبقى رد فعل في اي مباراه؟ لا لا لا. انا الفعل. انا اللي بهاجم. انا اللي اخش فيها جونه اجيب ثلاثه، اخش فيها اثنين اجيب خمسه. صحيح. انا البرازيل بتاع الحكايه. يعني المفهوم ده يبقى موجود عند كل لعيبه وعند الجهاز الفني كمان، عندك سكواد كويس قوي تقدر تعمل منه توليفه جيده جدا. احنا ما بقاش فارق معانا دلوقتي طاهر هو اللي جوه ولا بيرسي تاو اللي جوه، تحركات اللعيبه هي ثمار كل هجمه بتبقى موجوده مع النادي الاهلي. صحيح. طيب يا ريت لو في بعض الحالات الفنيه اللي احنا كنا محضرينها مع اهداف مباراه اليوم، وقبل ما نتحقق هي قال ادي الكره الاولى في الدقيقه 21 يا كابتن اسامه. طبعا ممكن ترجعها لي تاني بعد اذنك، نرجعها بس تاني ونثبت الكره راح لبيرسي تاو. اولا كانت تمريره سريعه كريم الدبيس سندها وشايف كويس قوي ولعبها لبيرسي تاو سهله جدا. بيرسي تاو مش محتاج ان يقفز ولا يحط، هو بس مجرد لو كان ثبت دماغه على يمين على يمين حسام كان جون، يعني بس الأرض. تثبيت بس دماغه، هو حاول يعملها ويغير اتجاه دماغه. انا اعتقد انه غمض فيها دي. توجيه بس كمان توجيه هي بس دماغ يعني في الارض يعني في الارض على يمين على في الارض رجله اليمين جون.
صحيح. فكرة سهلة جدا طبعا، هدف سهل ضائع من بيرستاو يعني. ماشي، الكرة اللي بعدها بعد اذنكم ادي ادي الكرة الثانية كابتن عادل. اه دي انا لا هتالي هتالي من الاول عشان تحرك ديانج. ماشي، هو هو طاهر، هو طاهر اللي عملها تمام. صح، طاهر هدوءه وانه رايح الناحيه الثانيه وبعدين غير اتجاهه كده. خلي بالك في زياده عدديه بالنسبه للمهاجمين يعني، لو ديانج هنا كده اقف هنا، لو ديانج اهتم بدي 4 على 2 لعيبه دلوقتي كان احسن. بص يا كابتن اقول لك حاجه مهمه قوي، لما بتروح للاعب بيلعب على الجون وعنده المهاره ان هو بيبقى قريب من الجون او بمعنى الاصح هداف، كان مشي بدي ودخل بيها جوه وحطها في القريبه او مشي ولعبها لورا حطها. بص يا كابتن، هي الهو التصميم من الاول. نرجع كده، ارجع خالص من بدايتها، من بدايتها في لحظه لو كان اهي ايوه تمام ماشي تمام. بص يا كابتن دوسه هنا، الراجل المدافع سهل له الحكايه، ما راحش قفل عليه، مظبوط، فتح له. ده لو كان دخل على البوكس الستة يارده كان هيطلع له هيطلع له بسام. لو طلع بسام ممكن يكون عندي وقت اللي جايين يبقى واحد فيهم فاضي احطها له. ده واحد. اتنين، الاهم انك انت هتمشي بيها، لو دوست بيها على جوه تروح تحطها جون في القريبه وبهدوء. هو ده بس دي النوعيه. ايوه بس هي بقى يا كابتن اسامه ايه، في حاجه مهمه، انه لو انت ما عندكش الجراءه او اللعب على الجون زي ديانج أيوة. هتخلي يعني بص عادي اللحظه دي أيوة. كان لو داس عليها جوه كده كان راح هو جوه. في قصدك من هنا؟ لا لا من في نقطه او يا جماعه ما اعملها تشيب باص. بص بس انا اسف يعني أيوة. هو اصلا التحرك بتاع عبد القادر برضو وحش قوي، وحش قوي التحرك بتاع الاثنين، وحش قوي. يروح على الثانيه على البعيده هناك، بس هو جاي لي في الزحمه بالليل، بس هو عنده مساحه يتصرف احسن من كده بكتير. بص يا كابتن، انا اسف، مع احترامي امام عاشور جاي اهو، انا لازم اعرف كواليتي امكانيات اللعيب اللي بيلعب معايا. بص يا بلال، امام عاشور هيروح على الجول، هو رايح على امام عاشور ليه يا كابتن؟ ايه اللي جايب عبد القادر في الزاويه دي؟ بص ما ياخد السكن الناحيه الثانيه يا كابتن. بلال بص، في نقطه مهمه. بص يا بلال، في نقطه مهمه في اللعيبه اللي هم بتوع نص الملعب اللي بيروحوا على الجول. في واحد بيبقى عنده الحته بتاعت انا رايح اجيب جول، وفي واحد انا رايح الحاجه الاولى اللي عنده انه يصنع جول، لانه ما بيبقى بعيد عن مخه اللي كان عايز الشحات. بس في نقطه مهمه، التحرك اللي انت قلت عليه، انا ممكن اجي له ثلاثه اجي فاضي، اللي هو اجي اتحرك ازاي؟ انا اجي اتحرك ازاي بعد المباراه؟ اتحرك اشربي كارت جيجنر الاول ان انا اشرب بيك كارت دون سادات يعني درام ده شيري تاك برو 18 لحظه nichts desto trotz sie mir froh wenn wir dann am schluss die drei punkte mitnehmen kann. احنا سعداء بفوز النهارده، وان الحمد لله قدرنا ان احنا نكسب في النهايه، بالذات ان احنا الشوط الاولاني ما كناش كويسين، ما كانش عندنا رغبه قويه، وهدفنا ما كانش واضح من مباراه الشوط الاولاني بالنسبه للعيبه، خصوصا ان المنافس كان كويس، فلازم نعترف بيه ان هم كمان كانوا كويسين وسببوا لنا صعوبات الشوط الاول، لكن في النهايه احنا سعداء جدا بثلاث نقط. ده طيب، دي كوره كانت علينا نجاحها من البدايه، ثلاث نقط من بيشتري بونت. ده النقطة كبيرة. الشوط الأول كان فيه حالة عدم انسجام فظيعة بين الفرق، إيه السبب من وجهة نظر حضرتك؟ في إسكافكا كان هارموني إن ده مانشافتا إن ده أسلم. لا لا أتكلم الأول تاني برضه معلش عشان أنا بس الارتداد بتاع نص الملعب. أيوه كده. هذا سي سيت ساتولي شفيريك. أنا بتفرج على مروان عطية. مروان عطية إيه اللي جايبه في المنطقة دي؟ وبص ضربت نص الملعب كله ها، وابتدى يبقى ماشي بالتوازي، والناحيه الشمال بتاعه الفرقه اكيد الكره هي هتروح ناحيه الشمال اهي، لان في اتنين من فرقه سيراميكا عاملين زياده عدديه والراجل عامل له طالع، وده الباص. بص بقى فين مروان بقى في الحته دي، طول السكه الطولي بالعرضي كله ماسك نفسه، ما مش ماسك حد. ده الخندوسي ده مع ده الخندوسي ده ما عندوش حد خالص، خدت بالك؟ يمكن هو اللي قطع الكره دي مين؟ عبد المنعم. ياسر منعم اللي قطع الكوره، منعم اللي قطع. بص عايزك تبص عليه، بص حتى هو جاي يعمل هنا بريس، بيعمل بريس على مين؟ ما هو في ديانج قاعد هنا بيضرب نفسه، بص بيضرب نفسه عرضي وطولي، وفي نفس الوقت ماشي برضو بيحلق ناحيه اليمين. انا مش يعني مش بتكلم، والكوره راحت مطرح ما هو كان المفروض يبقى واقف بيستلم.
طيب كابتن، عدم التمركز السليم هو سبب اللي بيحصل لنا ده في نص الملعب كله. طب كابتن بلال نجيبها برضو من الاول الكره دي بعد اذنك. نجيبها من الاول. ايوه الكره كانت معاهم وفي ضغط من احمد عبد القادر وبعدين ده احمد وقف. ده بيكهام ده بتقلي معاه الكره ده تقريبا صح. بيكهام يعني وماشي بالعرض. رمضان احمد رمضان بيكهام يعني وده لشكري وماشي وماشي بالعرض. ماشي نقف هنا بس، نقف هنا بس التمركز بقى يا كابتن. نشوف تمركز لعيبه النادي الاهلي. ديانج بيجري كده كده التمركز صح. بس هو خد بالك هو ده فيه ذكاء من اللعيب، مش 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 يعني اسف مش غباء من ديانج ولا حاجه، بس ذكاء من اللعيب. عمل اللي هو عارف التمويع عمل كده وراح جاي راجع عشان يستلم. بس خد بالك انت برضو ستيل كده كوره، ستيل الكوره في يعني برضو في الاطار الطبيعي بالظبط. فاهم قصدي؟ يعني بالزبط. انت كده ما عندكش برضو ما عندكش ازمه، ما عندكش مشكله، لانه خد بالك هنا برضو انت الكروس عندك واحد زياده كريم الدبيس انت 3 على 1 مظبوط في ال 18. فانت هنا برضو يعني واقف صح تحرك نموذج. هو بس الفكره كلها خد بالك لو لف اللعيب ده يعني كمل الكره بقى كمل يعني بس كمل. بص يا كابتن ادي لف بقى، هي دي بقى المشكله كلها. أي. بس ما انا بقول لك المشكله مش يعني انا مش كنتش متذكر ان هي دي اللي في العارضه، بس هو الازمه كلها في انه يلف ويجري بالعرض زي ما انت شفت كده. هو اصلا يعني خلاص انت طالما استلم هو عامل فينت حلو قوي يعني خد يعني بص كابتن هو جري من ديانج بص كابتن وراح جاي راجع استلم فاهم. بص هنا بقى لا هنا بقى مين ده مين ده كوكا. امام عاشور كوكا. لا كوكا هنا كوكا ما ينفع ما يروحش خلاص يا كابتن. ما هو ديانج اوريدي هناك يعني انت كوكا ما تروحش تمام. انت خلاص استنى قابل اللي معاك كوره لان خلاص ديانج هو ترقص وراح. بص يا كابتن اهو بص كوكا ساب ده وجري. طب ما اصلا جاي بيجري لبره بس طيب. شوف ياسر كمان لا وبعدين انا ايوه كابتن صح وبعدين عايزك شوف ياسر وبعدين كمان بعد اذنك رجعها تاني. بص يا بلال في حاجه كمان تاني كمل عادي. بص عبد المنعم والدبيس المفروض بص الراجل ده بيعمل كده يطلعوا هم كمان يطلعوا هم اللي يضغطوا مع ياسر ويخلوا ايبوكا اوفسايد يعني يطلعوا كمان هم لقدام. انا كنت عايز اقول حاجه على عبد المنعم عشان بس الناس الفتره اللي فاتت بيتكلموا على ان عبد المنعم بيوقع قلبهم شويه في حته انه بيمسك الكوره كتير والحاجات دي. لازم تعرف انه امكانيات عبد المنعم كلها في الهدوء ده. لو استعجل ولعب استعجال هيغير من عاداته. لازم يلعب السهل ولازم في حاجات كتيره قوي يلعب بس سهل علشان ما فيش حاجه تتخطف منه. لكن عايزك تجيب لي واحده خطره او واحده كان سبب عبد المنعم ان دخلت جون من الهدوء ده. فالناس يعني ايه يعني اللي يعرف منعم كويس ولعبه لو اتغير شويه مش هتلاقيه بثباته ده. يعني في كره اللي قبليها اللي قطعها من الكندوس اللي خدها على صدره ده لو هو كل هدوء. لو هو مش هادي هياخد بنالتي الكندوسي ولو مندفع ياخد بنالتي. فدي قدراته. فالناس يعني ما تتخدش منه هو لازم يلعب اسهل من كده لكن ما تتخدش منه بالطريقه دي. صحيح. بس كابتن عادل في مشكله كبيره في الحته دي. انت النهارده انت مطلوب هدوم مطلوب انك تبقى حريف. على فكره مش معترضين على انك تبقى حريف بس لقدام. يعني انا اخد الكوره واطلع بيها. يعني زمان كانوا بيعلمونا ايه في الناشئين انك انت النهارده انت الستوبر اللي عنده امكانيات كوره عنده كوره عاليه دايما بيطلع يكمل مع نص ملعب. انما هو مشكله منعم ايه ان هو عايز راس تحت رجله في مصر. يعني عايز يبين مهاراته تحت رجله يعني في حته ضيقه في مسافه صغيره. لا يا كابتن ماتش سان داونز اتقطعت منه كورتين يا كابتن في منتهى في منتهى الخطوره. خد بالك بص الثقه الزياده انا في وقت من الاوقات بتقلب لغرور. خد بالك المباراه بتاعت اللي كانت هنا دي اللي قبل سان داونز سيمبا الكره طبعا غلطان هو 100% الكره اللي كانت بينه وما بين الشناوي. لا في اوقات ما ينفعش تستخدم ثقتك بنفسك فيها. ليه؟ لان انا السنتر باك يعني اخر واحد في الملعب. اللي بعديه جول الحارس المرمى هو عبد المنعم لعيب هايل لعيب رائع جدا جدا وانا بحبه جدا ومن اللعيبه اللي يعني اللي لو اعتنى اكتر من كده ممكن يلعب في اوروبا مستريح. هو هيعتنى بس هو في نقطه مهمه المعرفه بيه وانك انت تعرفه كويس. لو في احيانا خبرته هتيجي هو لسه برضو يعني بادئ هو وعشان بقى نجم كبير ولعب في فتره قليله حاجات مهمه جدا لسه برضو. لكن خليني اقول لك انه
انه مع العدله اللي انت بتتكلم فيها وانا موافق تماما انه لازم يخلي باله ولازم يشتغل ولازم يشتغل للجمهور شويه. الجمهور بيحب ايه؟ جمهور النادي الاهلي هو بيشتغل عاوز الامان، ما فيش ريسك، ابقى قاعد طول الوقت مطمن الكره تطلع قدام الحاجات دي. لو في لعيب لو غير من سماته وصفاته مره واحده هو بيتخلص منها حاجه حاجه، لكن لو غير من سماته وصفاته مره واحده مش هتلاقيه احسن سرد باك في مصر في الوقت الحالي. طيب نروح لزميلنا فاروق صلاح ولقاء مع الكابتن سامي قمصان مدرب النادي الاهلي، ونرجع نستقبل خبيرنا التحكيمي المتميز كابتن ناصر العباس للحديث عن الحالات التحكيميه. من جديد ده بجد تحيه بكابتننا الكبير كابتن ايمن شوقي وضيوفي الكرام وبكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. عقب نهايه اللقاء فوز النادي الاهلي على فريق سيراميكا بهدفين مقابل هدف، فوز غالي للنادي الاهلي وثلاث نقاط مهمه جدا في مشوار النادي الاهلي نحو بطوله الدوري. يسعدنا ان يكون معنا في هذه الاثناء المدرب العام لفريق النادي الاهلي كابتن سامي قمصان. كابتن سامي برحب بحضرتك على شاشه قناه النادي الاهلي. مباراه الثلاث نقاط مرحله مهمه جدا، مهم جدا في كل الظروف في كل الاحوال ان انا اخد ثلاث نقاط من ملعب المقاولين العرب. فوز غالي النهارده طبعا. تحياتي للكابتن ايمن ودوف، وزي ما انت قلت ثلاث نقاط مهمه جدا بالنسبه لنا، وده الهدف اللي احنا بنلعب عليه. اعتقد مباراه كانت مميزه من فرقتين، فرقه طبعا بشكرهم طبعا على ادواته، وكابتن ايمن طبعا عامل طبعا فرقه كويسه جدا، فرقه بتلعب على التحولات بشكل كويس، عندهم قدرات لعيبه كويسه خصوصا في التكتيك الهجومي يعني، ويمكن ده اللي الراجل حذر منه كتير قبل الماتش يعني، لكن الحمد لله برضو اللي انت ترجع بالشكل دوت، واعتقد الحمد لله نتيجه مرضيه بالنسبه لنا. ممكن يحسب برضو اللعيبه انت يعتبر رابع ماتش على التوالي ما بنلعبش على ارضنا يعني، غير ماتش اللي جاي كمان الجونه، خمس ماتشات. فاعتقد برضو لما بتلعب في استاد القاهره ملعب طبعا اوسع، ملعب نجيلته احسن، يمكن ملعب المقاولين بقاله فتره كتيره جدا كذا فرقه بتلعب عليه سواء المقاولين او سيراميكا، يمكن لحد من ثلاث ايام احنا او اربع ايام احنا كنا لاعبين عليه وبعد كده تلعب عليه بيراميدز يعني. لكن في الاخر ثلاث نقاط مهمه بتحافظ عليها على اللي انت ماشي في الطريق الصحيح بالعلامه الكامله. اربع مباريات الحمد لله بنصر بشكل كويس، اتمنى ان شاء الله ربنا يكرمنا المباراه القادمه ان شاء الله ونحافظ بقى يعني تبقى ختام مرحله كويسه بالنسبه لنا خصوصا في المستوى الدوري يعني. كابتن سامي، فوز فريق سيراميكا على فريق بيراميدز في المباراه الاخيره اكيد صعب المباراه على النادي الاهلي وصعبها ايضا على فريق سيراميكا، فوز ادهم دفعه قويه جدا قبل مواجهه النادي الاهلي. تالي النهارده شفنا اداء من فريق بيراميدز بيلعب لاخر دقيقه طبعا في نقطه التعادل، ولكن شخصيه لعيبه النادي الاهلي ظهرت في الدقيقه الاخيره. طبعا انت لما تكسب فرقه برضو متصدره الدوري وفرقه عندها لعيبه كويسه زي بيراميدز يعني بيدي لك ثقه وتدي لك برضو دوافع اللي انت عاوز تكسب برضو المباراه القادمه. يمكن النهارده عملوا شكل كويس واداء كويس، اعتقد متهيألي كمان اداء مميز عن ماتش بيراميدز يعني، لكن الحمد لله ان انت برضو تقدر ان انت تحسم المباراه، وثلاث نقاط مهمه جدا خطوه كبيره جدا بالنسبه لنا يعني. فاعتقد الحمد لله طبعا شكر لله طبعا، وكل شكر للعيبه النهارده على المجهود دوت، وخصوصا اللعيبه اللي نزلت واللعيبه اللي بدات طبعا مجهود كبير بدني على المستوى البدني بشكل كبير يعني. يمكن بقى لنا فتره كل ثلاث او اربع ايام بنلعب يعني مباراه، فاعتقد الحمد لله دي حاجه ايجابيه تحسب للعيبه ان شاء الله بقى نستفاد من التوقف دوت اللعيبه يبقى يعني، لان في برضو لعيبه كتير هتروح المنتخبات، لكن اللعيبه هنا برضو يبقى في حاله استشفاء كويس، وان شاء الله يقدروا يوصل ان شاء الله بقى البطولات اللي جايه كلها. مهم جدا النهارده انا بكسب ثلاث نقاط في ماتش صعب زي ده، مكسب عوده كريم فؤاد اعتقد مكسب كبير جدا، كريم ديبيس للمره المباراه الثانيه على التوالي اعتقد من ضمن الامور، كوكا بنشوفه في نص الملعب اعتقد، وعوده طاهر اعتقد امور كلها تسعد الكابتن سامي قمصان وتسعدكم كجهاز فني. طبعا كل ما بيبقى عندك طبعا حلول كتيره ولاعيبه بترجع اعتقد دي حاجه ايجابيه. يمكن الراجل برده النهارده بيحاول اللي هو يدخل لعيبه كتيره ويدي ثقه للعيبه. النهارده احمد عبد القادر بيلعب وشارك زي ما قلت زي ما انت قلت برده، كريم الدبيس بيشارك المباراه الثانيه على التوالي، طاهر بيشارك في مركزين وبيأدي باداء مميز اعتقد يعني، سواء الماتش اللي فات او الماتش النهارده. قفشه بينزل برده وبيسجل، حسين بينزل بيساعدنا، كريم ادى اداء مميز مع بقيه اللعيبه الموجوده كلها. فاعتقد الحمد لله دي كلها ايجابيات يعني تحسب للعيبه وتحسب للراجل للتفكير في المباراه بشكل كويس، خصوصا سيناريو المباراه. يمكن احنا لعبنا بكذا طريقه لعب يعني، حاجه طبعا فيها مرونه، اللعيبه برده بتدي لك اريحيه اللي انت تغير كذا شكل يعني سواء في بوزيشن او في طريقه اللعب. فاعتقد الحمد لله كانت حاجه من الحاجات الايجابيه يعني النهارده الحمد لله يعني. من النقاط الايجابيه اللي برده حضرتك قلتها كابتن سامي، النهارده بنشوف بيرستاو في مركز راس الحربه، بنشوف طاهر بيبدا جناح وبيدخل في مركز راس الحربه. اعتقد زي ما حضرتك وضحت الامور المرونه التكتيكيه اللي بيعملها اللاعبين، ده
من ضمن الحلول اللي الجهاز الفني بيخلقها في المباريات؟ هو ده اللي الراجل بيتكلم عليه دايما، يعني ان هو بيبقى بيحابب طبعا اللعيب اللي بيقدر يلعب في كذا مركز. يعني عندنا لعيبه كتير زي ما انت قلت، بيرسي يقدر يلعب في جناح ويقدر يلعب سترايكر، طاهر نفس القصه، أفشا بيلعب ب10 وساعات بيلعب لما بنلعب 3 4 3 بيلعب طرف الملعب. فاعتقد الحمد لله امام برده عنده مرونه تكتيكيه، يلعب في سواء طرف او بيلعب في 8 او 10. فاعتقد الحمد لله برده امكانيات اللعيبه بتساعدنا وبتساعد الراجل اللي يخلق يعني اماكن كتيره اللعيبه تقدر تشارك فيها وتقدر تأدي بشكل كويس ويقدر يخرج افضل ما لديهم يعني زي ما بيقولوا. شكرا كابتن سامي، اتمنى لكم التوفيق. مباراه الجونه مباراه صعبه جدا، اتمنى في التوفيق باذن الله. ان شاء الله نختمها بشكل كويس وان شاء الله تبقى اداء كويس ان شاء الله. كابتن ايمن، ده كان لقاء طبعا مع الكابتن سامي قمصان، اتكلم واستفاض في امور كتير جدا، يعني خاصه بعد الفوز على فريق سيراميكا، فوز غالي لفريق النادي الاهلي وثلاث نقاط، اربع مباريات النادي الاهلي بيحقق العلامه الكامله في الاربع مباريات. كل التوفيق للنادي الاهلي في المباراه القادمه. عزيز كابتن ايمن شوقي، شكرا جزيلا زميل العزيز فاروق صلاح. وبينضم لينا الان كابتن نصر عباس للحديث عن الحالات التحكيميه. منورنا كابتن نصر. تحياتي لكابتن ايمن، تحياتي لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي، تحياتي للنجوم الكبار كابتن شريف عبد المنعم، الكابتن اسامه عرابي، الكابتن علي عبد الرحمن، الكابتن بلال. نورنا كابتن نصر. شكرا كابتن ايمن. النهارده هتكلم في عنصر مهم جدا، هي تيشيرتات اللاعبين. صح. والحكم دوره ايه؟ عشان بس نوضح، لان الكل اتهم الحكم ان هو ليه دور في موضوع التيشيرتات. وهتكلم تاني في السبع بطاقات صفراء والبطاقه الحمراء، وهل نجح الحكم في المباراه ولا لا؟ خلينا نروح بس للتيشيرتات. هو هنا اللي قاعد في الملعب او الحكم كابتن ايمن شاف كويس قوي 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 الالوان، وبالتالي هو عنده طبقا للائحه المسابقات كابتن شريف في لون الاساسي واللون الاحتياطي، وهو كحكم مباراه لا تدخل في هذه الجزئيه. في الملعب هو شايف كويس قوي، طاقم التحكيم شايف، المدربين شايفين، ولكن يمكن هي الشاشه تختلف، ودي محتاجه تدخل بقى بس بعيد عن حكم المباراه. النقطه الثانيه مهمه، بنتكلم على عبيد السيد، وهو يمكن كابتن ايمن اتكلمت معاك بقاله فتره كابتن بلال، مهم قوي هقول لك النقطه دي كابتن اسامه. موسم كامل لم يدير اي مباراه للنادي الاهلي، موسم كامل الموسم اللي فات ولا مباراه ادارها كابتن شريف كابتن عادل لنادي الاهلي، والنهارده كان عليه حمل كبير قوي 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 في هذه المباراه. هو عاوز يظهر يا بلال عشان يقول ان انا نجحت، على الرغم ان هو سبع بطاقات صفراء وبطاقه حمراء، والمباراه كانت صعبه جدا جدا عليه، ولكن انا شايف من خلال تقييمي ليه هو نجح تماما في اداره المباراه. الادارات كلها في ميعادها وكلها لم يتاثر باي شيء في المباراه، ده كان البدايه. ولكن هنشوف الحالات والبطاقات، ويمكن عندنا اول حاله هنا كتحكيم، نشوف اول حاله معانا هنا. كان معايا يوسف البساطي المساعد الاول، وهشام الدسوقي المساعد الثاني، ابراهيم محجوب رابع، وكان على الفار محمد الحنفي الحكم الخبرات كبيره كابتن بلال، ومحمد علاء هاشم. الجميع النهارده ادى مباراه كويسه جدا. هنا بنشوف اللعبه دي مهمه جدا جدا. ستوب كابتن، انا جايب اللعبه دي مهمه جدا كتحكيم وليس صعبة. كالشناوي كحارس المرمى، لان هنا في حاجه من الاثنين، يا بلانتي يا اللاعب ياخد الكوره ويجيب جون، يا اما يبقى مفيش مخالفه خالص. هنا بنتكلم على عبد العزيز، هنا تمركزه كان كويس قوي قوي. بص عمال كابتن ايمن كابتن شريف ابتدى يفتح الزاويه، بس ستوب 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 ستوب. هنا الحكم ابتدى عشان خاطر ما يبقاش حد حاجب عليه، راح يمين شويه كابتن ايمن، وهنا انا بحيي الشناوي. خلي بالك الشناوي هنا في نقطه، لو احنا رجعنا لو ما طلعش في هذه الحاله كان سهل قوي قوي يسهل مهمه لاعب سيراميكا ان هو يلعب براحته، ولكن مهاره الشناوي هنا كابتن اسامه وانا جايبها كتحكيم، هو راح وكان عامل يعني ايه محضر حاله ان هو ما يرتكبش اي مخالفه، حط جسمه، وبالتالي هنا كان في تنافس عادل يا كابتن عادل. هنا يمكن لعبه مهمه قوي قوي كان ممكن يحصل منها ركله جزاء، ولكن هنا الحكم كان قريب. تصرف الشناوي كان تصرف ذكي جدا بعدم ارتكاب مخالفه كانت ممكن تؤدي الى ركله جزاء. الحاله الثانيه، شوف الحاله الثانيه، يمكن هنا مطالبه بركله جزاء، هنا لحد دلوقتي ما فيش اي مخالفه، هنا اللاعب يتحرك بكورته، وهنا بنشوف هنا التسديد، وهنا مطالبه، وهنا اعتراض من لاعبي النادي الاهلي على ركله جزاء. بنشوف هنا ما فيش اي مخالفه خالص، لو تنافس عادل تنافس عادل. هو هنا كمل، وهنا بس انا اللقطه دي يا كابتن انا جايبها ليه؟ لان هنا كابتن التسديده هنا الكره تصطدم بالجسم وليس بالايد، والايد هنا في وضع طبيعي، وبالتالي هنا لا توجد مخالفه لمس الكره بالايد، وقرار الحكم باستمرار كان قرار هو شايف كويس، قرار كويس. النهارده بقول لك النهارده كابتن بلال تمركز
جيد، اهتمام وتركيز، خوف، هو خايف، خايف صح. يغلط مباراة بالنسبة له يعني يعدي بيها، لا هتدي له حاجات تانية كتير صحيح. بعد كده المخالفة اللي بعد كده نشوف هنا الراجل هنا المعيار واحد يا كابتن، ما عندوش أي مشكلة خالص، وهنا لقطة وقريب قوي 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 وأشهر الصفرة بدون تردد. هنا بنشوف لاعب نادي الأهلي هنا مروان، هنا بنشوف، وإحنا قلنا هنا يا كابتن، قلنا لما الستارز يروح في الحذاء ودي مهمة للكل، الحذاء غير لما يروح فوق الحذاء، خلاص حفظنا هنا دي أقصى دي درجات التهور والبطاقة الصفراء. هنا نشوف هنا كابتن الكرة الإيد هنا البوينت نزلت، رجل هنا نزلت 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 على الحذاء، والحذاء هنا محمي من محمي القدم، وبالتالي هنا لو فوق شوية سنة كانت ممكن الفار يتدخل في هذه اللعبة، ولكن هنا البطاقة الصفراء كانت بطاقة مستحقة والقرار كان قرار صحيح للحكم عبد العزيز السيد. نروح اللي بعديها، أنا باخد هنا بس مش على عبد العزيز بس، ولكن كمان عند الحكم المساعد الثاني يا كابتن شريف عبد المنعم، ويمكن أنت تحضرني فيها شريف هنا، هنا لو أنت مكان الحكم المساعد هنا الإيد دي الحكم ما يشوفهاش مستخبية، لأن ما أنا بعينه هنا في لا بس دي غصب عنه يا كابتن، هقول لك دي دي حاولك. يعني دي حاولك يعني دي غصب عنه، أنا معاك أنا شايف. معاك أنا معاك، ولكن هنا الكون يا كابتن أنا ممكن أرتكب مخالفة بإهمال وغصب عني والحكم يحسب ركله جزاء نتيجه اهمالي انا، بس دي مش اهمال يا كابتن، دي اصلا ما شافوش. انا حتى لو انا بحجز على كرة هنا انا في مخالفه في الوش، احنا قلنا الوش ده دايما منطقه محميه، حتى لو انا بروح بايدي بايدي او حركه اللاعب، انا هوريك لعبه كابتن بلال اللي هي على ياسر ابراهيم لما اتحسب عليه لمسه يد والكره نزلت على ايديه وهو وضعه الجسم الجسماني، لو جوه كان بينالتي كان يحسب بلن، تقدر تقول ان هو مش قصده؟ لا مش قصده. هنا في مخالفه كابتن استخدام الذراع، انا بعتب على الحكم مساعد هشام الدسوقي اللي عمل ماتش كويس قوي، كان لابد من استدعاء الحكم في هذه الحاله. نشوف هنا الذراع مفروده، وقلنا دي بطاقه صفراء نتيجه ان هنا اللاعب بتهور، ايا كان هنا في تنافس ولكن اليد خرجت في وجه اللاعب، ولو دي داخل منطقه الجزاء يا كابتن ملال حضرتك تقول غصب عنه ولا هتحسب ركله جزاء؟ لا بص يا كابتن، انا يعني انا بقول ان هو اصلا يعني مش محتك مع دبيس، وهو تمام. مش شايفه اساسا، هو اساسا كده هو تمام. دي اصلا عاليه من البدايه، هو بيحجز على الكوره يعني، فاهم قصدي كابتن بلال؟ في كتير من الاخطاء اللاعب بيبقى مش قاصد. بص كابتن بص مش قاصد يعني، انا معاك مش قاصد، هو مش قاصد بس طبقا للقانون خد بالك، ولا كوره مع دبيس كمان، كابتن بلال كده هو كابتن فيها انذار، كابتن بلال فيها انذار مع كابتن نصر. بص يا كابتن في حاجات كتيره يا كابتن، في حاجات لا 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 حتى لو انا مراد كابتن احيانا يا كابتن بلال بالنسبه للكابتن نصر بلال لو انت رافع رجلك ومش قصدك وبتلعب كره وراح رجلك راحت في وش واحد خطا، تقول لي انا مش قصدي انا بلعب الكوره ولكن مش قصدك اللي داخل عليه مش تعاقب كابتن. انا ليه علاقه هنا بالحدث؟ هو باحساسه انه في حد جاي من انا بتكلم هنا كابتن صدر له دراعه بس هي احساس بس هشام الدسوقي هنا اللعيب هو جاي ايوه هنا الحكم مساعد يتدخل بالقرار، هنا الحكم ما شافش بيتفرج. نروح الحلقه بعد كده نشوفها، وهنا حاله من الحالات المهمه هنا، ونشوف هنا تاني بنشوف اليو ديانج، وهنا في حاجه اسمها اصرار على مخالفه قانون اللعب، اشوف هو من هناك وهو بيجري ورا اللاعب بيحاول يعمل المخالفه، وهنا كام عبد العزيز السيد هنا ورا الخطا، ونشوف هنا الركل هنا واضح والبطاقه الصفراء مستحقه وقرار الحكم كان قرار صحيح والمعيار واضح وواحد هو على الفريقين يا كابتن ايمن مظبوط. مروان خد انذار، تيانج خد انذار. الحاله بعد كده نشوف هنا نفس الشيء، ونيجي هنا بقى للاعب نادي سيراميكا، ونشوف هنا اسلوب الدخول وطريقه الدخول على لاعب نادي سيراميكا رقم 5 اللي هو احمد رجب نبيل او رجب نبيل، نشوف هنا مش ديت اللي جايه، طبعا هنشوف هنا المهاجمة بالقدم الواحدة أو بالقدمين يا كابتن، شوف هنا جاي منين المسافة وبينزل هنا، شايف المهاجمة ازاي؟ هنا في مهاجمة، خلي بالك ستوب، لو الرجل راحت على الساق بتاع حمراء مباشر طبعا مفيش فيها كلام طبعا، وهنا نزلت الرجل على الأرض، وبالتالي هنا المخالفة نزلت من الحمراء للصفراء نتيجة التهور، وهنا جايبها بالبطيء، وهنا الصفراء كانت وجوبية وكان قرار الحكم عبد السيد فيها كان قرار صحيح. ده الإنذار الأول للاعب سيراميكا. نشوف بعد كده نشوف الانذار اللي هو خد عليه انذار الثاني، وقلنا المعيار هنا كان معيار واحد، هنا اللاعب بيروح بجسمه واضحه جدا جدا جدا، هو طبعا لاعب ذكي ولكن الحكم كان اذكى. شوف هنا كابتن عادل، وهنا طبعا الراجل القرار هنا قرار صحيح بالانذار الثاني، نشوف هنا وهنا اتاخر سنه عشان يروح في تعطيل هنا اللاعب نادي الاهلي، وبالتالي هنا استحق الصفر ثم الحمراء، والقرار كان قرار صحيح باشهار البطاقه الصفراء ثم الحمراء في هذه الحاله. نروح للحاله اللي بعد كده،
سريعا عشان وقتنا ونشوف هنا. شوف هنا قرار الحكم الشجاع اللي هو يمكن ما كانش خايف. اعتراض طبعا يمكن هنا البنج هنا مش مورينا اعتراض كبير جدا من لاعب نادي سيراميكا على الحكم المساعد، وهنا راح له على طول ما استخباش وقال لك ماليش دعوه. خلي بالك دي مهمه يا حكام، لما الحكم اللاعب يروح للمساعد ويعترض بهذا الشكل لابد انك انت تروح للمساعد وتحمي مساعدك، وهنا اشهر البطاقه الصفراء وهنا للاعتراض على قرار الحكم المساعد. ودي كانت اخر حاله يا كابتن شريف يا كابتن بلال. عايز اقول ان مفيش اخطاء اثرت في نتيجه المباراه، التحكيم هنا والمعايير كانت واحده على النادي الاهلي، كانت على سيراميكا، مفيش فصال، وبالتالي هنا الحكم نجح في المباراه. توفيق طبعا للحكام ومبروك للنادي الاهلي وهارد لك لنادي سيراميكا. شكرا جزيلا جزاء جوه محليا او افريقيا. هنروح لفاصل وبعد الفاصل نرجع نستقبل ناقدنا الرياضي محمد الديك والحديث ونشوف الصحافه الرياضيه والمواقع الرياضيه كتبت ايه بعد المباراه. ارجوكم انتظرونا. بنرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، بنرحب بناقدنا الرياضي محمد الديك. مساء الخير يا محمد. مساء الخير يا كابتن علاك وعلى الكباتن الكبار كابتن شريف كابتن عادل كابتن اسامه كابتن بلال. الف مبروك النهارده، ثلاث نقاط ثمينه الحمد لله وفوز ثمين يضاف الى انتصارات النادي الاهلي، وان شاء الله الماتش اللي جاي زي ما قلت لحضرتك يبقى كده انتصار جديد ونعتلي القمه ان شاء الله، والاهلي يستعيد القمه ان شاء الله، يعتلي القمه ان شاء الله بمشيئه الرحمن ان شاء الله. النهارده يا كابتن بعد المواقع بعد ما خلص الماتش على طول اتكلمت على اربع حاجات او خمس حاجات، لقطه قفشه هدف قفشه القاضيه والفوز الرابع على التوالي وان قلت تقفز خمس مراكز وتقترب من الصداره، والحاجه اللي اكدوا عليها النهارده كابتن عوده النادي الاهلي بعد التعادل. يمكن الفتره الاخيره كان النادي الاهلي لما استقبل هدف مثلا كان يحصل مثلا شويه كده من ارتباك شويه، لكن خبرات النادي الاهلي النهارده نجحت في اقتناص الثلاث نقاط، اضافت المكسب جديد بشكل يعني يعتبر احسن من الماتشات الاخيره. يعني نبدا يا كابتن النهارده كمان الصحافه اكدت او ركزت على فكره قفشه في الماتش ال200 بالنسبه له مع النادي الاهلي. يعني الناس ما خدتش بالها ان النهارده قفشه حتى احتفل احتفاليه خاصه، وبعد الماتش كان في احتفال بينه مارسيل كولر هو الكابتن خالد بيبو، تاكيدا لكلمه الاشاعات اللي حضرتك اكدت عليها على بدايه في بدايه الانترو في بدايه الماتش. قفشه يحتفل بال200 ويحقق فوزا، الاهلي يحقق فوز مثير على سيراميكا. قبل الماتش كابتن كان قفشه معاه تيشيرت عليه رقم 200، ده عدد المباريات اللي لعبها مع النادي الاهلي بعد الماتش وقف وسط مارسيل كولر وخالد بيبو، يعني تاكيدا على فكره ان اللي حصل في الماتش اللي فات كان نرفزه ملعب، ومن قال للعيب من حقه ان هو يبقى عنده حماس وعنده غيره ان هو يفضل في الملعب. اللي بعديه برضه بيأكد على فكره ان قفشه هو اللي كان النهارده نجم الماتش بعد او نقطه تحول في الماتش. التغييرات اللي حصلت النهارده كانت نقطه تحول في اداء النادي الاهلي، ويمكن البطل قفشه شويه فكره ان هو جاب جول في بلس 90، ودي برضه من الحاجات اللي المواقع اكدت عليها فكره ان النادي الاهلي له فتره فكره البلس 90 كانت بعيده شويه عن الاهداف بتاعه النادي الاهلي. التغييرات والطرد كمان كان نقطه تحول بالظبط صحيح. بعد كده بوابه الشروق ركزت على فكره الضربه القاضيه، ده موقع كوره بيقول ان النادي الاهلي عزز العلامه الكامله او حق العلامه الكامله، اربع انتصارات ب 12 نقطه، وان شاء الله الاهلي يستمر كده ان شاء الله بالعلامه الكامله في بقيه الماتشات ان شاء الله باذن الله رب العالمين. في برضه معانا ده موقع الشروق الضربه القاضيه على فكره ان هدف الضربه القاضيه بتاع قفشه في نادي الزمالك، فدي ضربه اعتبروها ضربه قاضيه جديده، ومعظم المواقع كابتن اكدت على الفكره دي هي. فكره ان هو برضه ايه ربط من هدف قفشه في الزمالك ان هو جه في توقيت كان صعب صحيح، وكان النادي الاهلي في حاجه الى الفوز، وده هنا الفوز بس هناك الهدف اكثر يعني شعبيه شويه ان هو اهداك بطوله بالظبط يا كابتن. دي هنا برضه كابتن فكره الموقع يلا موقع كوره سبورت اكد برضه ادى ياسر ابراهيم برضه ما نغفلش الهدف اللي جابه ياسر ابراهيم في بدايه الماتش، هو قال هنا ان ثنائيه ابراهيم وقفشه تقود الاهلي للفوز على سيراميكا. قفشه كان هدف الفوز بس برضه ما ننساش ان ياسر ابراهيم صحيح. هو اللي افتتح الاهداف، وكان برضه كان في وقت
سيراميكا ند قوي بالنسبه للنادي الاهلي في الشوط الاولاني تحديدا. صحيح. هنا برضه وانت حضرتك العريس قفشه ده موقع الوطن وبلس 90 برضه الهدف بلس 90. هنا برضه زي قفشه يستعيد ذكريات الافضل القاضيه في المصري اليوم. الفجر برضه قضيه قفشه. هنا بعد كده يلا كوره يا كابتن بيقول ان قفشه ل 176 يوم ما جابش جول مع النادي الاهلي في الدوري. عشان هو قفشه جاب جول مع في الاهلي ماتش سانت جورج. ايوه. فهو تحسبيه بس ان 176 دي اهداف قفشه اخر هدف كان جايبه مع في من 167 يوم. 176 يوم. 76 ولا 67؟ 67 يوم. 67 يوم. في بعد كده يا كابتن الارقام قفشه اللي حصلت في الهدف اللي جابه ده. ان ده تاني هدف لقفشه بدماغه مع النادي الاهلي في مسيرته. حضرتك اتكلمتوا ان قفشه اصلا نادرا ان هو بيجيب اهداف. ده اول هدف لقفشه بدماغه في الدوري مع النادي الاهلي. وده رقم الهدف رقم 37 له مع الاهلي بشكل عام. و23 له مع الاهلي في الدوري الممتاز. وكان الهدف ده الثالث لقفشه مع الاهلي هذا الموسم اللي هو جاب جولين في دوري ابطال افريقيا وده الثالث. برضه يا كابتن ده تاني اهداف هدف لقفشه مع سيراميكا. ولو حضرتك خدت بالك في موسم 2021 22 قفشه سجل هدف التعادل الاهلي في الدقيقه 11 بعد الدقيقه 90. يعني على هو فكره هو هداف لقاءات الاهلي وسيراميكا بس هدفين قبل الماتش ده. بالظبط يا كابتن. مزبوط. واخر حاجه ده الهدف ال 15 لقفشه في الشوط الثاني مع النادي الاهلي. يعني هو سجل 37 منهم 15 هدف لقفشه في الشوط الثاني. وبالتوفيق ان شاء الله يا كابتن في الماتشات اللي جايه. وربنا يكرم ان شاء الله الاهلي في الماتش الجونه ان شاء الله القادم ان شاء الله. ويبقى حليف ان شاء الله الانتصار بثلاث نقاط ويعتلي القمه علشان النادي الاهلي قبل فتره التوقف يبقى يعني مسيطر على البطوله دي عشان يستعد ان شاء الله بشكل جيد لبطوله دوري ابطال افريقيا ان شاء الله باذن الله. ربنا يشكرك. شكرا لك كابتن ايمن. شكرا لك ربنا. طيب كابتن شريف في النهايه نقول رجل مباراه اليوم قفشه. يعني عندي قفشه والشناوي انقذ لا اختار واحد قفشه. قفشه الفعل يا بلال. الفعل ورد الفعل يا كابتن الكلمه بتاعتك بتاعت الماتش اللي فات قلت لي الفعل اهو الفعل اهو صحيح هرجع ليك انت. بلاش اكتر من واحد. بلاش لا انا فعلا مش هقول اكتر من واحد النهارده. اللعيبه اللي في الملعب في ناس بذلت جهد بس ما فيش من وجهه نظري حد فيهم واضح ان ياخد اللقب. فانا شايف الشناوي الافضل لانه صد اكتر من 3 4 انفرادات وواحده فيهم حاسمه بعد الهدف بتاع قندوسي انفراد للقندوسي جابها باقتدار طلع شالها كويس قوي. فانا شايف ان الشناوي هو نجم المباراه. لكن برضو لا ننسى محمود زلاكا ومحمد ابراهيم من فرقه سيراميكا. طيب المدربين كابتن عادل عبد الرحمن رجل مباراه اليوم. انا يعني انا برضو بضم صوتي للشناوي. الشناوي لانه مش لازم اجيب هدف بس لعب قفشه عمل حاجه جميله جدا لكن لعب وقت قليل. لكن الشناوي لعب وقت كبير وطلع اكتر من كره صعبه. كابتن احمد بلال انا قلت لكم رايي من اول من قبل ما تسال ابو الكباتن. انا قلت لك النهارده الحقيقه برغم ان الهدف بتاع قفشه الحاسم تمام ولكن انا بشوف ان الشناوي النهارده كان له دور مؤثر جدا جدا اكتر كمان من 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 الهدف بتاع قفشه. لانه يعني بعد هدف التعادل انقذ انفراد كان ممكن يروح بالمباراه لحته ثانيه خالص خالص تمام. فبشوف ان الشناوي يليه محمد مجدي قفشه. صحيح. طيب يبقى بالنسبه للرجل مباراه اليوم خلاص انت مالكش ما خلاص انا خلاص ثلاثه الشناوي. انا كنت هقول محمد مجدي قفشه ولكن من وجهه نظر محللنا كبار محمد الشناوي هو رجل مباراة اليوم. كده أعزائي المشاهدين بنصل لنهاية الاستوديو التحليلي مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا والمؤجلة من الجولة الثانية للدوري العام المصري الممتاز لكرة القدم والتي انتهت بفوز النادي الأهلي 2-1 والاقتراب بقوة من اعتلاء الصدارة مرة أخرى. ألف مبروك للنادي الأهلي وجماهيره العظيمة وبالتوفيق المباراة القادمة إن شاء الله اللي لو فاز فيها بإذن الله مباراة الجونة يوم السبت يعتلي القمة منفردا. بشكر نجومنا الكبار اللي شرفوني النهاردة كابتن شريف عبد المنعم
شكرا يا كابتن، شرفتنا. نشكرك كابتن ومبروك وقبال الماتش الجاي يا رب ان شاء الله. كابتن عادل الرحمن شكرا يا كابتن، مبروك وبندعي للست الوزير بالشفاء يا رب ان شاء الله. كابتن اسامه عربي مبروك شكرا كابتن، شكرا مبروك ونتمنى الشفاء للست الوزير ان شاء الله. كابتن احمد بلال شكرا يا كابتن، شرفتنا. اشكرك كابتن ايمن، وان شاء الله يعني شفاء وتطور باذن الله لل استاذ عمرو فاروق يا رب ان شاء الله. والشكر لكم ايضا اعزائي المشاهدين على حسن المتابعه، وعلى امل ان نلتقي بكم مره اخرى. واستوديو تحليلي اخر لكم مني، اطيب المنى ورقه حياتي.